شو قلت؟ جدتها رجعت من ألمانيا وعايزاها ترجع تعيش تاني معاها في مصر. لا مدحت لا. لا ايه؟ نانسي رح تضل معنا هون، ما لازم تتركنا ابدا. يا حبيبتي مش انتي اللي كنتي متضايقه منها وبتعدي الايام علشان ترجع مصر وتبعد عنك؟ كنت، بس والله العظيم صرت احس فيها كانها بنتي. حسيتها من ما عزت موني مدحت. انا ما رح اخليها تروح تعيش بعيد عنك وعن اخوك. بعد ما مرضت قربت من الموت حسيت بنانسي. شو سمى طفلة صغيرة انحرمت من امها، ليش تتعذب هيك؟ ليش لحتى تروح تعيش كل يوم البيت؟ يوم عند ستة ويوم عند عمتها ويوم عند أبوها، واليوم اللي بتجي فيه لعند أبوها بدل ما تلاقي أم تحن عليها بتلاقي مرت أم وضايقتها ولا بتحمل قعدتها عندها ولا دقيقة. بتحط أنا ما بدي أصير إيمون مثل عم بصير بنانسي. بدي يضل عايش معزز مكرم ببيت أبوه مثل ما هي رح تضل عايشة معزز مكرم ببيت أبوها. حبيبتي أرجوكي ما تقوليش كده، أرجوكي ما تقوليش كده، أنت هتخفي وهتبقي زي الفل. والله العظيم أنا متأكد إنك أنت هتخفي وهتبقي زي الفل، أنا حاسس بكده. حبيبتي أنا وموني ونانسي ملناش غيرك، أنا شخصياً ما أقدرش أعيش من غيرك ثانية واحدة. رنا أنتِ أجمل وأحن وأرق مخلوق على وجه الأرض. صدقيني ما أقدرش أعيش من غيرك ثانية. حبيبتي لازم تقوي عشان خاطري، عشان خاطري ما تضعفيش. والله كل لما احتجت منك بحبك ما اقدرش استغنى عنك ابدا. انا رح اعمل عمليه ورح اطيب باذن الله ورح اقوى فيكم انت موني ونانسي، رح ارجع اعيش هون بالبيت انا وياك أولادنا وحتى البيبي. صح 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 حبيبتي، صح صح والله والله هتبقي كويسة والله. أنا كمان مش عايز أسيبك من النهاردة، أنا عمري ما حسيت بالحنان إلا معاكي. مش كفاية اتعلمته من مامتي، كمان عايزيني حنوني منك. والله العظيم أنا يا عمري تقبريني، تقبريني ما حدا حياخدك معي لحتى اللي عايشة معي هون على طول. ايه والنبي يا بابا ما تحرمنيش من طنط رنا. والنبي على فكرة يا طنط رنا أنا وموني اتفقنا نساعدك لغاية ما تغبي، مش كده يا موني؟ ماما أنا كتير بحبك. تقبر قلبي، تقبر قلبي.